السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. تتابعت المفترسات بشتى أنواعها على كوكب الأرض، فهناك الكثير من المفترسات بين الحيوانات البرية والبحرية والزواحف، وكلها مفترسات متوحشة وتلتهم كل ما تقدر عليه من الكائنات الأخرى. ومعنا في هذا الفيديو أقوى 10 حيوانات مفترسة بين كافة الكائنات الحية، وشاهدوا رقم 1 في نهاية الفيديو فهو الأفضل دائما. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 10. الفهد. الفهد هو من نوع السنوريات، يتميز بسرعته الفائقة ولا ينازعه فيها أحد من أبناء فصيلته ولا أي نوع آخر من الدواب، فهو يعتبر أسرع حيوان على وجه الأرض، وتصل سرعة الفهد إلى 120 كيلومترا في الساعة. وكانت الفهود واسعة الانتشار سابقا في أجزاء عديدة من العالم القديم، وأما اليوم فهي مبعثرة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولكن أكبر تجمع للفهود في العالم فهو في ناميبيا بجنوب غرب القارة الأفريقية، والتي يدعوها البعض بأرض الفهود. وتتسلل الفهود نحو طريدتها حتى تصبح على بعد يتراوح بين 10 إلى 30 مترا، ثم تقدم على مطاردتها، وتدوم المطاردة عادة لأقل من دقيقة واحدة. وبحال فشل الفهد في الإمساك بفريسته خلال هذه المدة فإنه سوف يعدل عن المطاردة فورا، وتصل نسبة نجاح الفهود في الإمساك بطريدتها إلى 50%. رقم 9. تنين كومودو. تنين كومودو من الزواحف الكبيرة ضخمة الجسم قوية المخالب وطويلة الذيل، وقد يزيد طوله عن 4 أمتار ويصل وزنه إلى حوالي 70 كيلوغراما. وتصطاد تنانين كومودو عبر نصب كمائن لفرائسها، والتي تشمل طائفة واسعة من اللافقاريات والطيور والثدييات. وتعتبر عضة كومودو من العضات القوية، ويصل طول أسنانها إلى 2.5 سنتيمترا، وكثيرا ما تتساقط أسنانها وتظهر أخرى مكانها. وعادة ما يكون لعاب كومودو مختلطا بالدماء، لأن نسيجه اللثوي يغطي أسنانه بالكامل تقريبا. ويمتاز هذا الحيوان بأن له لسانا طويلا أصفر اللون مشطورا. وقد تقتات تنانين كومودو على الجيف، إلا أنها تقتنس الحيوانات الحية أيضا، وسجلت بعض الحالات التي قتلت فيها تنانين خنازير برية خلال ثوان. رقم 8. الدب الأشيب. الدب الأشيب هو سلالة من نوع الدب البني، منتشر في المرتفعات الغربية لأمريكا الشمالية. والدب الأشيب من الحيوانات اللاحمة، ويفترس الثدييات الكبيرة عندما تكون متاحة، وكما تتغذى أيضا على أسماك السلمون وتأكل بقايا فرائس آكلات لحوم أخرى. والدب الرمادي عادة يتجنب البشر، فهي لا تنظر إلى البشر كفريسة، وتنصرف عنه إلا إذا كانت تحمي صغارها، فربما تهاجم بشراسة. ويزن الذكور البالغون في المتوسط من 180 إلى 360 كيلوغراما، ولكن تظهر بعض الأحجام الاستثنائية لبعض الذكور الضخمة من الدب الأشيب، فيكون حجمها أكبر بكثير من المعتاد مع أوزان تصل إلى 700 كيلوغرام. رقم 7. الأناكوندا الخضراء. ثعابين الأناكوندا الخضراء هي نوع من أنواع الأناكوندا الموجودة في أمريكا الجنوبية، وتعد واحدة من أثقل وأطول أنواع الثعابين الموجودة على سطح الكرة الأرضية، وكما تعد واحدة من أطول الثعابين في العالم. وتعيش الأناكوندا الخضراء في المستنقعات والجداول، وتميل الأناكوندا الخضراء إلى النشاط في الليل، كما تقضي معظم حياتها في المياه أو حولها. ولدى الأناكوندا الخضراء عدة ميزات، من بينها سرعتها الكبيرة عند السباحة، وبالرغم من ذلك فهي عادة ما تفضل الطفو على مقربة من سطح الماء للحفاظ على التنفس. وعندما تمر الفريسة أمام الماء فتهاجمها الأناكوندا الخضراء وتبتلعها كاملة، حيث تلتف حولها مستعينة بجسمها ثم تخنقها حتى الموت قبل أن تتناولها ببطء. رقم 6. القرش الأبيض الكبير. القرش الأبيض الكبير هو نوع ضخم من أسماك القرش، ويتواجد في جميع المياه السطحية لمحيطات العالم الرئيسية، وتشتهر هذه الأسماك بأحجامها الهائلة. ويعتبر بعض العلماء أن القرش الأبيض الكبير هو أضخم الأسماك اللاحمة البحرية، وتقتات هذه القروش على طائفة واسعة من الحيوانات البحرية. ويمتلك القرش الأبيض الكبير خطما ضخما غليظا مخروطي الشكل، وتمتلك القروش البيضاء الكبيرة صفوفا من الأسنان الحادة، والتي تكون خلف أسنانها الأساسية وجاهزة للاستبدال إذا انكسر أي منها. وعندما تقدم هذه الأسماك شيئا ما فإنها تقوم بهز رأسها يمينا ويسارا بعنف شديد.
حيث تقوم بتمزيق قطعا كبيرة من اللحم وغالبا ما ينجم عن ذلك ابتلاع سن أو أكثر. رقم 5. الضباع المرقطة. الضبع هو حيوان من الثدييات المفترسة ويخرج للبحث عن طعامه ليلا منفردا أو ضمن مجموعة، وهو من الحيوانات التي تتغذى على أكل الجيف وبقايا صيد وفرائس الحيوانات الأخرى، ولذا يعد من الحيوانات القمامة إلا أنه يصطاد بمهارة. ورغم هذا فهو يتميز بقوة فكه الهائلة فتمكنه من سحق العظام بأنيابه، ويصطادون باستخدام أسنانهم بدلا من مخالبهم. والضباع المرقطة سريعة في أكل الطعام. والضباع المرقطة قد تقتل ما يصل إلى 95% من الحيوانات التي تتناولها، بينما الضباع المخططة تعتبر قمامة إلى حد كبير، وقد تستطيع الضباع طرد الحيوانات المفترسة الكبيرة مثل الأسود من طعامها. رقم 4. الأسد. الأسود حيوانات من الثدييات من فصيلة السنوريات، وهو يعد ثاني أكبر السنوريات في العالم بعد النمر السيبيري، وتعتبر الأسود حيوانات اجتماعية بشكل كبير مقارنة بباقي أعضاء فصيلة السنوريات، ويعد الأسد مفترسا رئيسيا في قمة المفترسات، وتقوم اللبؤات بمعظم الصيد كونها أصغر حجما وأسرع وأكثر رشاقة من الذكور، وبحال كانت الذكور بالجوار فإنها تسيطر على الفريسة عندما تمسك بها اللبؤات وتستفرد بها، وتقوم اللبؤات عادة بالقفز على الفريسة من الخلف، وتقتلها بواسطة الخنق بسبب انقطاع الأكسجين عنها، ويمكن أن يقتل الأسد طريدته أيضا عن طريق إطباق فكه على فمها، وأما الطرائد الصغيرة فقد تقتل بواسطة ضربة وحيدة من كف الأسد. رقم 3. النمر السيبيري. النمر السيبيري هو لاحم ضخم من فصيلة السنوريات وهو أكبر أعضاء الفصيلة، وتفترس الحيوانات العاشبة كبيرة الحجم من شاكلة الأيائل وجواميس الماء، وكما أنها تفترس الحيوانات المفترسة الأخرى بما في ذلك الكلاب والنمور والدببة والتماسيح. وتمتلك النمور السيبيرية جسما عضليا مع أطراف أمامية قوية ورأس كبير، وأنيابها المقوسة قليلا هي الأطول بين السنوريات الحية، وعادة ما يصطادون بمفردهم ويتربصون لفرائسهم كما تفعل معظم النمور الأخرى، فتخنق الفريسة من أي زاوية باستخدام حجم جسمهم وقوتهم لإفقاد توازن الفريسة. وعلى الرغم من حجمها الكبير فيمكن أن تصل سرعتها إلى 65 كيلومترا في الساعة، وتم الإبلاغ عن قفزات أفقية تصل إلى 10 أمتار وقفزات عليا لأكثر من 4 أمتار. رقم 2. حوت الأوركا القاتل. الحوت القاتل أو الأوركا هو حوت مسنن ينتمي إلى عائلة الدلافين المحيطية، ويتراوح طول الذكور عادة من 6 إلى 8 أمتار، وقد يزيد وزنهم عن 6 أطنان. وتتميز الحيتان القاتلة بنظام غذائي متنوع، وقائمة فرائس الأوركا تتضمن الأسماك واللبنات البحرية كالفقمات، وحتى أنها قد تفترس القرش الأبيض وقرش الحوت، وتعد أسنان الحوت القاتل قوية جدا وفكه يمارسان قبضة قوية، وتعتبر الحيتان القاتلة من الحيوانات المفترسة في قمة المفترسات، ويطلق عليهم أحيانا اسم ذئاب البحر لأنهم يصطادون في مجموعات وبتعاون ملحوظ. لقد وصلنا إلى الأفضل مع قناة صحي عقلك، ونتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بموضوعاتنا، فتأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، ونحن في انتظار ملاحظاتكم وآرائكم في التعليقات، تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. تمساح المياه المالحة. وهو أكبر أنواع الزواحف الحية، وصاحب أقوى عضة على الإطلاق بين الحيوانات الحية، ويمكن لذكور تمساح المياه المالحة أن تصل إلى أحجام 7 أمتار، وتزن ما يصل إلى 2000 كيلوغرام، وتمساح المياه المالحة هو في قمة الهرم الغذائي، وكما أنه قادر على افتراس جميع الحيوانات التي تقترب من أراضيه، ونظرا لحجمه الكبير فيقوم باصطياد مجموعة من الفرائس المتنوعة، فيفترس الأسماك واللافقاريات بالإضافة إلى مختلف البرمائيات، والطيور الصغيرة والمتوسطة الحجم والثدييات، وغيرها من الزواحف مثل الثعابين والظباء والأبقار الكبيرة وجاموس الماء. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.